هنعمل مع بعض دلوقتي كفته تركي لحم مفرومه دقيق سميد ودقيق ابيض وبرغل كوبايه كوبايه كوبايه، وبعدين معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره بصل بودره وملح وفلفل ونعناع ناشف. حلو الكلام. صلصه، في صلصه تانية بقى علشان الوش، صلصه وزيت للوش. البرغل ده هتجيب الكوبايه ونقعيها في ميه مغليه، هتجيبي كوبايه البرغل العادي خالص الناعم بتاعنا الحلو ده، وهتروحي حاطه عليه ميه مغليه، كوبايه مثلا ميه مغليه، وسيبيها. فايه اللي هيحصل؟ هينفش، هيبقى كوبايه كوبايتين، وتبقى ايه؟ طريت بالمنظر ده. انا نقعها طبعا من شويه عشان انتوا ايه؟ ابقوا نقعوها يعني وسيبوها ربع ساعه ولا حاجه. هنا فيها بصل بودره، ما فيهاش بصل عادي. هناخد هنا ادي البرغل، الكوبايه بتبقى حوالي كوبايتين، وكوبايه دقيق سميد، وكوبايه دقيق ابيض. هما اللي عملوها كده، انا ماليش دعوه، جابوا الاقتصاد ده منين معرفش. ونعناع ناشف، معلقه كده ولا حاجه تدي طعم حلو قوي، ومعلقه كبيره بصل بودره، وبهارات لحمه 7 بهارات ولا حاجه، معلقه صغيره مليانه، والملح يعني معلقتين صغننين من الملح، والفلفل قولي نص معلقه مش حراقه قوي، ماشي، وعليها معلقه صلصه كبيره عشان برضو تدينا لون حلو كده جوه الكفته، والبيكنج باودر، تمام. وادي ايه اللحمه، بص الكميه قبل ما انزل اللحمه قد ايه اصلا. نضرب بقى ايه ده كله مع بعضه. دلوقتي ما عجنتش معايا، هضيف ميه مغليه معلقه معلقه يعني قليل وقليل. بخلي بالكم ان في ايه، في دقيق كتير، في دقيق سميد وفي دقيق ابيض، يعني في حفله جوه، في فرح. واستنى عليها، شايفه انا كده تبقى كويسه. لو انشف من كده حطي له ميه. هنيجي بقى نشتغل، واحنا انا هشتغل بقى وانا دهن ايديا زيت، ونبدا بقى ايه ندهن ايدينا كده بالزيت ونشكل. شكلي بقى ايه التشكيله اللي انت عايزاها. هي كمان خلي بالك دهنه الزيت دي على الكفته بتبقى حلوه جدا، لان انا عندي ايه، انا عندي هنا كميه اللحمه مش كبيره، يعني حتى لو فيها يعني واخده ايه اقل من نص الكميه او اقل كمان، يعني لما تيجي تحتويها هتلاقي نص الكميه. بسم الله بسم الله. هنجيب بس فرشه، هجيب بقى صلصه وزيت، صلصه وزيت. ادي شويه معلقتين كده من الزيت ومعلقه كبيره من الصلصه، ماشي، ندوبهم مع بعض كده. والنبي ما توسخي هدوم، لا اله الا الله. واخد بقى كده ايه ادهن يعني، وادخلها بقى ايه على الفرن.